لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا مش وصفة، الفيديو بتاعنا هو عبارة عن بعض نصايح جميلة جدا، عن بعض فوائد جميلة جدا للبان الذكر. هنقولها دلوقتي مع بعض. طبعا كلنا عارفين لبان الذكر، وده بيكون شكله لبان الذكر او العلج المر، ولو ليه اي اسم تاني برضو ياريت تقولولنا. وده بيكون الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا لبان الذكر ده معروف يعني منذ القدم ان اسمه لبان الذكر او العلج المر، وليه فوائد جميلة جدا، سواء كان لبان الذكر او الزيت بتاعه او المطحون بتاعه مفيد جدا جدا لحاجات كتير قوي. هنقول عليها دلوقتي هي فوائد لبان الذكر. لبان الذكر ده بيعتبر مطهر جميل جدا للجروح، وكمان عايز اقولك انه رائع جدا جدا للبشرة. كنا احنا عملنا قبل كده وصفة بلبان الذكر للبشرة، ان انتي بتنقعي بعض لبان الذكر وبتضيفي عليه معلقتين من الدقيق او الطحين وبتدهني بيه بشرتك، بيخلي البشرة رائعة جدا جدا يا بنات. والوصفة احنا عاملينها على فكرة في القناة، وان شاء الله هعملها لكم تاني قريب. طيب ايه الفايدة لما احنا نحرق بعض لبان الذكر ده، يعني نبخر بيه ونحطه على المبخرة والبخور؟ فايدته ان هو بيعمل حالة استرخاء وراحة تامة جدا، بيخليكي في حالة استرخاء وبيقضي على التوتر وعلى العصبية. لما بنحرق بعض لبان الذكر حبيتين او ثلاثة نحطهم في المبخرة ونولع عليهم، بيديك استرخاء وبيديك راحة وبيمنع القلق والتوتر. كمان الادخنة اللي بتطلع من لبان الذكر دي بتعمل تعطير للجو وبتقضي على اي فيروسات موجودة في الجو. لبان الذكر ده برضو بيستخدم كمطهر للفم والاسنان واللثة، بيحافظ على اللثة ورائحة الفم الكريهة. لو انت برضو اخدتي من لبان الذكر ده في بيقضي على اي رائحة كريهة في الفم. بيساعد على القضاء على امراض كتيرة جدا زي انقطاع الطمس، انقطاع البريو، وكمان بيساعد على علاج الصداع والغثيان، بيساعد على الالام اللي بتبقى موجودة في البطن، لان هو اصلا بينظف المعدة وبينظف القولون. كمان عايزة اقولك ان الجهاز بيساعد على تنظيم الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. واهم حاجة بقى في لبان الذكر ده انه بيزود جهاز المناعة، بيقوي جهاز المناعة. جميل جدا جدا لو اديتيه لاطفالك كل يوم الصبح. وان انت تديه لاطفالك ازاي؟ ان انت هتاخدي معلقة من لبان الذكر ده وهتنقعيه في كوباية مية، وهتديله كل يوم الصبح معلقة واحدة على غير الريق. رائع جدا جدا. هو فعلا بيبقى مر شوية، ولكن بيقوي جهاز المناعة عند الأطفال والكبار لو أخدتيه، وبيقاوم أي مرض بإذن الله. عشان كده احنا بننصح ان احنا نستعمل لبان الذكر ده في حاجات كتير جدا للبشرة وللجسم، وبيقي من أي أمراض بإذن الله. ولكن بقى اهم حاجة والحاجة الاخيرة، ان السيدات الحوامل ما ينفعش ابدا انهم يستخدموا لبان الذكر ده، مش كويس خالص للسيدات الحوامل. يعني لو انت في سيدة حامل، ما ينفعش ان انت تاخدي لبان الذكر ده باي وصفة باي حال من الاحوال، ما ينفعش خالص. حبيب قلبي، ده كان فيديو النهاردة، فيديو جميل جدا، حبيت ان انا افيدكم بالمعلومات والفوائد الرائعة للبان الذكر. حاولوا تستخدموه في الوصفات، رائع جدا في وصفات البشرة، وصفات التخسيس، وكمان زي ما قلنا لما بنبخر بيه بيطرد اي فيروسات او ميكروبات في الجو، بيعطر رائحة الجو، بيحسسك بالراحة وبالطمأنينة، بيزيل اي قلق واي توتر واي عصبية. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا بيه ان شاء الله. شاروا لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد والمعلومة توصل للكل، متخليش المعلومة تقف عندك. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياة.
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.